بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري أبو عبد الله، وعلي بن حجر السعدي، وأبو جعفر محمد بن الحسين، وهو ابن أبي حليمة، والمعنى واحد. معنى حديث الشيوخ صدح شيخ وسقط في إمامك فقبتي مقرون. أحمد بن عبد الضبي يا علي بن حجر بن ياس السعدي يا أبو جعفر محمد بن الحسين بن أبي حليمة صدح ضابة، ومن شيوخ الترمذي إمامك كوبات، وأحمد بن عبد الضبي أبو عبد الله البصري، وشيخ السنن ومسلم مسلم هي السنن كأفرتا وحكورية، وشيخ إياهي ننك اللبات، وعلي بن حجر بن ياس السعدي أصبه شيخ البخاري ومسلم والنسائي والترمذي أربع عبر، بمعنى لبصنا كأي صحيحين الشيخان هي ترمذي النسائي بأيوان أبو شيخ إياه علي بن حجر بن ياس السعدي. أما أبو جعفر محمد بن الحسين وشيخ الترمذي فقط، ترمذي أبو شيخ إياه صدح هذا شيخ أسكو أيو حول والمعنى واحد. حول جذا حديث كله معناها واسكمد، لكن ألفاظ وكل دوانتها الدين اللي قلت اللفظ واحد بمعنى وحوي والمعنى واحد وحوي اللفظ مختلف. الدين اللي قلت معناه هو واحد لفظ كل دوان نول باللفظ قوني أي حديث كوريا، لكن معنيه بان كلا فغي. والمعنى أي معنى الحديث أو معنى رواياتهم أو معنى حديثهم وواحد واللفظ مختلف. قالوا واحد إن جمع عدس. حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن عمر بن عبد الله مولى غفرة باني يقر، لكن سيدا مشهور كمولى غفرة إن غين كاللقذف أيال لو بدن يوانا اسمه غفرة سي قبر ويا مسلمات أهو الله الشيوغ إن أيوالا لا أهايين بلا إن أبي رباح أيوالا لا أهايين مركا عمر بن عبد الله وحا حريس أصل كيدو أم مولوه أهوي وحا حريي قبرنا غفراء بنت الرباح علماء وحيلي نمئه وأم قبر كلويين وبلال ولا شيء ماءها. نين كان مركع عمر بن عبد الله المدني وضعيف سيد اللو بدن يهي سيد اللو بدن يهي بمعنى سيد حافظك حكومة وجيدة ضعيف كثير الإرسال بحافظك إلى هذا، لكن واحد مودا ترجمة دي سامرك الله في ريو من كائنه يا صدوق حسن الحديث عمر بن عبد الله المدني مولى غفرة أبو حاتم الرازي المتشدد يكتب حديثه بويدي ترجمة دي سادات كن نقطة تهذيب كي فروع دي سه. أما كتاب ليلة المحوة هاي الاكتفاء في تنقيح كتاب الضعفاء وليه مغلطاي بن قليج أبو على الدين المصري وها مقنس ننكا جرح مطلق إنه سنكو إما أنه نن صدوق يهي وحلو إذا يرسل ولا يسند إرسال كساب بضان من إسنادي حديثك. قال وحيد عمر بن عبد الله حدثني إبراهيم بن محمد ابن علي بن أبي طالب وهي وآل بيت رسول الله من ولد علي بن أبي طالب. قال وحيد مركة إبراهيم كان علي انقطع عنك ما شاك الجرة إبراهيم بن محمد ابن علي قضية مركة هول سوق مركة ووقنا موسن أراك مرك انقطاع عرسبا ميشا كدرة، فإن إبراهيم لم يسمع من جده وعلي من أسوه قارن. قال وحي لإبراهيم كان علي علي بن أبي طالب وحوها إذا وصف رسول الله رسول كلها دو تلمامها يو تلمامها يو قال كي هذا لم يكن صبانهم أهم بالطويل مطلر ما أهيد الممغط ومركا بحسا ممغط وإنسان مري والمشذب أو البائن درك الزائد كه شلي نصام رواه اسكمت الممغطي أي الطويل البائن ممغطي يا بائن هو اسكمت در زائدة ممغطي بيغين كل كرده ببعض نص قرى هيان أنا هو إيه خش دقيا حركة في عنبد مودة ولا بالقصير أنا بقول متجابنا ما هي المتردد أسكون نقضي روح لسكوع ليه جابنا ما هي روح ما كدير يا والله كلا بشر حبني سبا كلا سعودا وادير يا روح هدي لكن دبلس كقول نفط أول سكر ريحه حبني سبا يا رانا يا سو قدام بو جاواني نبي روح سكر عشان ما هاي روح آد ودير ومر كلا بلا وشوطة كب حسن ما هاي بو صحابي وجيدا وكان وحوها رسولك
ربعة من القوم، قوم هذه الإطلاق أصالة رجع الوجه أو كل أصالة ربعة من الرجال رجع نين دحاب بوأهاوي حق عتالك نين دحو نبو أها لم يكن ما ينسوبنه بالجعد حق تنت مكلا في ريو بالجعد القطط من تن أذك ما هاي وين قصوم الرأي تما أذك نبو موسى الله ولا بالصبط تما آدو جلعسون بسكولو دباشا كالراعي من موسى الله ما هاي وين كان وحان نبي جعدا حق تيمها دقل بؤها رجلا كلا الصعدة رجل قوة تيمها حقنا اللاب ما هي حقنا كلا الشب هي يعني استبسني إني فود إسقلني كان وحوها من حيث الشعر جعدا دقل بؤها تيميس وتيم أبي حجين وان بسقول لي أهاي رجلا لكن مترسلا كلا بحاية رجل قوة تيم حقنا كلا بحاية شب ما هي حقنا اللاب ما هي وما كشان لا لقي لي صور اللاب ما هي هذا يوم ميق دوبنا توصل نقطة تيمه جاينها إيوه وحوي إيه فيلبينك وأنا وفلحي المقرع سنة قوة يجا جل شركة قاركية ودعم قوس إذا حق تيمها ساس ونبي قاها وشلي نصوم مري ولم يكن نبي قم أهين بالمطهم مثل بدن ما أهين مطهم كون الروح هي اللي بكبدان هاي فوق وين وكله ما أهين مطهم إيه المجسم لف وين وهذا لف وين ما هاي وروح هي بكبضن يا أصل مطهم كليد هذا أبد جابناتي لكن هدو يلب علوس كسارين يا هاي مقرح سنة لم يكن ما ينبو بالمطهم يا أحد هي بكبضن ما هاي أما روح هذا لف وين ما هاي ولا بالمكلثم مكلثم النبي ما هاي مكلثم هو الروح وجه وريكسن حق وجه أهان شد أهان النبي ما هي بكبضن يوم أما لف وين وقاش النبي ما هاي لبضا معنا بوالله تلماما أما مكلثم كو وجه وريكسن جران قرطا الموضوع حلقة لورجي مقرح سنة وجه إنه سيسو دوبين يهاي أو سيف يهاي مقرح سنة إنه كبد أهان وريكسن جران قرن غضنا مقرح سنة إنه حق إنه يرث شبين يهاي وريكنا كجرا قرح سنة وجه إنه شبين يهاي حق إنه وريك كجرو أيا قرح سنة سدا سنة بقوا أها ولم يكن ولا بالمكلثم احد وجه وريكسن ما اهين وكان في وجهه نبي وجهه سوى حاكو جري تدوير وريك يعني مكلثم لما يسترن ما اهين وي وحا وجه شبان ايو لها النبي ودير القران لكن وريك كجر كرك كجر وانا سيد اقول احسن اقيم بدن يعني كان في وجهه شيء من التدوير ولم يكن مدورا مدور ما اهين لكن نوع من التدوير باكجري ابيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكتد أجرد ذو مصروبة شطن الكفين والقدمين حديث كان لغويات بضنبا كجرة مركة أون هلا فيري نبي وحوها أبيض نبي عبوها نبي واعد نبي ضبأهان مشرا من جزء لدنسيي أبيض بوها مشرا بحمرة عدين بو نبي وها لدنسيي الغبر حي جدود مركة عسيني عدين إزقالي أما جدود يا عبدين إسكالامي ذاك أقر حسن وهي ساسا اللوجي ذا روايات بيكوي ما دين مشرا بحمرة روايات في عند الإمام البخاري في الأدب المفرد يا أحمد يا كوي من أما شمائل كالترمذي المحفوظ كما أهل روايات أبيض مشرب بحمرة يا اللوجي ذا أدعج العينين نبي وحوها أحد عند مدمدو عينين مذوقنا وحاول أدعج هو سواد كإيش إيش قيبنا ومذوق ذا قيبنا ويعضها أنت إيران كأه إيه مذوق إيه زائد مذوباته أنت عضنا يعضها تقرح إيش قرح ذو واسدة هدي لكن مذوق كقبط وإيش ذو ذا مذوبات هدي إذن بنقون نف إذن بس كباب نقون هدو عدين كقبط أنا وافر الحمو مذوق يراد إيش قيبت ذا عضنا وين عدين كسافن نقضه قيبتا مذوي إنا كلي يا مذو بؤذ أنا بؤذ وإني مذوبات مرك دع جقوم مرك وإيش بؤذ سفي عن مذوي عدين قيمة بطن أقوى لك سيع أدعج العينين أبغى إن بحوها بؤذ سمدة يا آدم مذوذ هاي حتى قدم إيش الله يقع إنه أما إنا كأنه وأن ضعها ما بعد مذوذ مرك وأنا قروح إنك استور روايات كقارقود آية الممن والسجن إن قيبت عدين كنا جدود يرم كجرة قيبت عدين كعدين كقروح زائد كحاشو كلون غني لكن جود غير هذا الغبر حق عدين كنا حق بدن يهي وقرح سيدا سيمركة علماء ذليه رواية بنا كويمت أهدب الأشفار نبقى واحد ربا بنا أشفار كواحد ربا هم كوان ويشا سارا
waagu hore cayibaa lama wajira, laakiin waxa weeye ammaan weeye. Ishu hadday aysan xirib fiican lahayn, dabayshaaba ku dhici waad beeli, qashinkaaba iskaga dhici, saxarkaa kaa geli, dabaysha ka hortimaadaa, ilmo iyo biyo kaa keeni, waa rafaad wey, difaac bay u yihiin, wayna hadday madow yihiin, hadda waa qurux. Marka tii haddaba waa la tallaashaa oo danafta kaga baxday haweenka qaarkood iyo dadka qaarkiis loo raadinayay. Marka waa qurux wey, xiribahum inay bataa. أهدب الأشفار لم يقول حرب بضم بوأهات إني سمرت حرب هذا وين بنايين مركا جليل المشاش جليل بمعنى وعظيم بيلمت هاي مشاش كنا وافيق جربك جربك فيق يسع هل كفيق يلا أصل كسم مشاش لي هذا شيء قلب شيء وكر ريو أيام مشاش اللي سكيد هذا عمار ورجل ملئ إيمانا من فرقه إلى مشاشه بقى نبقى حديث في يمت مشاشك هو أطرافته قعنت ماشي كل ما تقرب ماشي كل ما هذا مضح في قيسة لغاها في قوضة وهذا اللوج ذا لكن جيل المشاشة دي اللي قربها في قوضة نبقى حب بناوي قرب في قان وقوضان وسكرات الله مرة قرب وين وبلارن وقعنت كنا قضاء لدوني هديه لكن فيق نقضى هاي قميص كلا سوران كرب فالحموي قرب حب بدن وتاجن بالله بانية جليل المشاشي فيق قرب واوي بعض قران كرتا دا دونت قربي سنه واوي انين اما فيق قربك وحق بدنا با دي كرتا اي والكدد دكت اما تونك كددكو وا لبد قرب مش اسكو يمادا لقنتو اي لبد قرب مش اسكا غلا انو تونك دهانا اما دكت لي وخلو قاد هلكاس وي هلكاسي مركه وا ان اي حق بدن تاي او garab xog badan baa soo galaya luqun xog badan baa ku timid waa inuu ballaaran yahay xog badan yahay haddii kale hadday uu lab ka taaganto ma quruxsana meesha la tirkiyo warka warka inaad fahantaan kadadku marka kaas weeye kadadku marka waa dagta waxaan dhareenoga ama antunka u naqaan labada garab meeshay iyo luqunta isku yimaadaan ayaa loo jeedaa subaru wuxuu ahaa ajradu wa huwa ajradu nabi xiran buu ahaa yacni jirkiisu ma lahayn shaash badan ma lahayn meelaha lagu talagalay quruxda amooyeen روح داري الضبابة شاش ونوضا تمس عضاء وافو الحم أجرد وروح حيران بالي هذا محوم هاي وعكس أمواددك أشعر فلان هو أشعر دي الولادة وتمس عضاء وأسرنا هو شاش ميل برنام بمالها روح أميدو كيسي واد دي المهية قعنتي يسي تماك بوحة لغنتي يسي تماك بوحة صورنا هو أم بحر صعودون نقون هيا مركو وحاوي فو الحمين نقون ريس لكن meelaha timaha lagu tan inaad timo iyo xaad ku yeelato dhulka kalena uu xiraado midabku muuqdo waa sida u quruxsan marka ajradu waxaa loo jeedaa waa nabigu gacmihiisa iyo dhudhumadiisu way xiraayeen dhudhuma faydan bay ahayn aan lahayn timo aan lahayn laakiin laabta iyo garbaha iyo dhabarka qayb ka mid iyo nabigu shaash buu ku lahaa wayna iman doontaa wa huwa ajradu jardigu waa ruuxa xiran aan timo lahayn aan xaad lahayn waxaa lagu jamciyaa jurdun jurd baa leh rag lagu jamciyaa cagsi usna waa ashcar ama didkiisu duu masrubatin timo nabigu saaxiib masruba inaga sare soo maray waa timaha ka bilowda meesha laabta ah ama loo yaqaano dhuunta ka bilo ilaa xudunta taga miiq dhuuban ama dili dhuun oo timo ah baa nabigu halkaa ku lahaa oo ilaa tagi jirtay xudunta gaadhaysay kuna beegnayd meesha nabiga laga qalay malaa'igtu ay ka qaleen waynu soo mara taasi marka waxaa lagu sheegay timaha la diidan yahay waa jirka intiisa kale nabigu wuxuu jardi ka ahaa jirka intiisa kale waxaan ka ahayn meelaha timaha lagu talagalay aan ka ahayn ama halkan ayadu gooni bay ahayd oo nabigu timo ku lahaa sallallahu alayhi wa sallam shatnul kaffayn waa naga soo maray shalay shatnigu waa nabigu sacaba adag buu ahaa sacaba xoogan ama gacan xoogan ama cudud xoogan ama adin iyo cumacum xoogan buu lahaa kaffaynku waa labada cumacumood shatnigu waa alqilab وقد كان حق حوق يا مرق يا تمرتا يا ما اها دبكا كوركيس النبي قال يا بو اها سيدا حريرتو كل جيركيس اد بو جيسنا حق اوغدا كوري يا غنكا كوري اي واخا لغا هلاي وا اود يو تبر اهان با لغا هلاي يا ول قدم لبدا بدا ادنا لو كلا دغو اذا مشى نبي مركو لوغيناي تقلع دلكو فوجيسن جيري اما هور او سوتو لها كانما وحان مودايا حط انو كهوبن يو سوبرو ama uu ku hoobanay ku daadagayo fi sababin meel hooseysa malka iyo meel hooseysa uu ku daadagayo ruux murba meel kaas aad ku daadagayso horad horad u socon dhulkana waad goosan waa la yaqaan taqallucu wa atakafu shalaynu soo maray culimaa maraya
waa tamaayulka iyo hore socodka ama waa dhul goosadka faraha fiidooda dhulka lagu goosto marka la xaatanayso ama qadaaqayso wa idha iltafata markuu nabigu milicsanayana iltafata macan si wada jir uu milicsan jiray yacni luqunta ayuu leexin jiray wada inaad taa tirado isha wax aad tuurto ulqoodhka iyo sheeda ruuxa ka fiiriso xoogu dhagar iyo khayaano iyo waxbay tustaa dhaqan fiican ma aha bay waladuhu leeyihiin laakiin haddaad wax dayaysa si dhammaystiran baad u fiirinaysa adoo dhan ba jirka luquntaada iyo laabtiba waad jeedin laakiin haddaad isha un tuurto isha weldhiiso xag u tuurto xag u tuurto saaxiibu makrin wadahaa waa ruuxa lagu tilmaamaa marka hawshaasi waa dhaqan aan fiicinay inay duruufku u kalifto adoo salaad ku jiraba aad qoorka wax ka fiirso oo nabigu uu mararka qaarkood samayn jiray bay mooyeen edabtu iyo degganaanshuhu waxaa weeye iyo gobonnimadu in ruuxi si fiican loo jilico loo qaabilo ama un laga sii jeesto wa ida iltafata nabigu hadduu gaardaymoonaya ama wax milicsanayana iltafata macan si wada jira ee iltafata jamiican bay la macno tahay bayna katifayhi labada garab inta ka dhexaysa nabigu waxaa kaga yaalay khaatimu annubuwa nabinimada faraatigeedii ama tiin baraheedii khaatim iyo khaatamba waa isku mid khaatamkana loo badan yahay in khaatam la akhriyo tada la kor dhubay dadku u badan yihiin leanno khaatamku markaa waa calaamad calaamadii nabinimada khaatimu nubuwa bimacanaa calaamadii iyo astaantii nabinimadaa nabiga ku taalay haddii khaatim leeyahay waa gunaanade garab dambayskii ambiyada gunaanadayay buu noqonaya marka alkhaatim na waa la akhriyaa khaatamna waa la yidhaa marka khaatamka tada la kor dhabo ayaa loo badan yahay bayna katifay waxaa ku yaala khaatamu nubuwa nabinimadii astaanteedii iyo calaamadeedii baa nabiga ku taalay labada garab salkooda kaga taalay wahwa khaatimu nabiyiin calaamadaana sidaasay ahayd oo astaanta waa la ahaa xaqiiqa ahaanna wuxuu ahaa nabigu gunaanadkii iyo udambayntii ambiyada caqiida waa caqiidatu lmuslimiin zanaadiqiya malaaxida khilaafay ood ogtihi niman qaadiyaaniya la yihaahdo meelaha qaarkoodna axamadiya laga yidhaahdo ayaa waxay leeyihiin walaakin rasuulullahi waa khaatama nabiyiin ta'wiil bay gelinhayaan diinkan meel waxaan la awili karin walow ta'wiilan faaxishan mustakrahan mutakallafan ilxaadan baa allah ka dhigay ma jiraan wa khaatamu nabiyiin ambiyada gunaanadkoodii iyo garadambayskoodii iyo gabagabadoodii ahaba inagu dhahna waxay wa khaatama nabiyiin ambiyada quruxdooda ahaa bay dhihin qurux ziina wey faraatigu soofarta ma qurxiya haa ambiyada quruxdoodii weeye nabi maxamed laakiin ambiya ka dambayso wa minhum ulqadiyaani axmed mirza gulaan baa ka mid ay leeyihin kuwa haddaba muslimiin baa mutaawiliin weeye nimanka sidaa qabi hindii meelo badan dhoobane hadda yurubna galay kenyana xafiisyaha kuleh iyo muxuu ahaa isbitaalada waaweyn kuleh iyo masaajid waxay ku sheegeenba nimankaa waa mutaawiliin aha loo cudurdaaro almuhim waxaan u socdaana inaad garanaysaan bay la tahay waa ramadaan wax ma turturi karee laakiin intaan ku daayo wa ida iltafata iltafata macan bayna katifayhi wahwa khaatamu nabiyiin ambiyada khaatimkoodii iyo ganaanadkoodii weeye ajwadu nnaasi dadka mid u deeq badan buu ahaa sadra xagga laabta idan macno weyn baa ku jiro waxaa laga yaba mararka qaarkood adoon waxba hayninba inaad ruuxu u muujiso kalsooni iyo deeqsinimo iyo qalbi furaan iyo soo dhoweyn sidaa darteed soomaalidu waxay yidhaahdaan weji furan baa la galaay albaab furan lama galo albaab haddii lagu furo oo soo dhowo lagu dhaha xaggana hebelo bal warar nabad weeye reerku suu yahay wax dhiba kuma ogin xaalka bal ka war waa sad arkayso waxaad dareemaysa ruuxu inuu isxilxilahayo oo uusan laabsamin iyo qalbisa kugu soo dhoweynaynin bimacnaa idhaaf weeye ama waa ku dhibsan haya marka mahmaadii reer koonfureed weeye marti kici weydii gurigaa lagu xaaqaamiya ahay hadday martidu kici weydo intii uun xaaqin la qaataa la bilaabaa muxuu ahay guri xaaqid de qashin iyo habaas baa kici ruuxu iska kacaaya marka waxaa weeye hawshu hawl adag weeye nabigu sal ly slam marar badan isagu waxba aan haynin baahi ku imanaysaa oo wax la weydiin oo wax loo soo doonan ummaddu waa soo aadaysa wamaca dalika ummaddu maysan ka dareemaynin wax isxirxira ama ku xumaashaa ama qallafsanaana ama weji isgelin ama weji duulid ah ajwada annaasi sadran laab ahaan dulqaadkii baa soo geli xilmigii baa soo geli cilmigu nabigu deeqaya baa soo geli waxaa soo geliya qalbi furaantii iyo soo dhawayntii baa soo gelaysa marka ajwada annaasi sadra sagana waxaan soo maray wa kaana raxba sadri laab waasaca buu ilaahay siiyey
ألم نشرح لك صدرك بي لميت هاي معاني ده صورنا بنبغى أخلاق بيسي نبغى يسحبوا تلمام يا آيات ده معاني دي دوي وأصدق الناس ضد كلمتك أورم بدن بوها لهجة حق هذاك هلا هذا وحلا الشيء أنا نبغى أورم بدن بمعنى وأصدق الناس حديثا بي لميت هاي لهجة هذا حديث كي كلام كي بلغة جدا أحد آدم وحلا أمضى وحوش أنا أحد كأورم بدن بوها سبحانه صلى الله عليه وسلم وألينهم متكو أدب عسم بوها عريكة حق طبيعة العريكة هي الشيمة والطبيعة طبيعان أحد نقول دبع سنبوه ولو كنت فضا غليظ القلب لم فض من حول بما رحمة من الله لنت لهم إلهي بامرك سيئي وإنك لعلى خلق عظيم وأكرمهم مثل أقب سنبوه عشرة حق لرقنك ضدك إن رقم ولا لما عامل قد قبل شيء بوه روح وحجر أصبه طبيعة دبع سن لكن ومع ذلك رقنك تكون في عيني اسم اللازمه نكو سوق واد دبعسن هبل وعلي ريش جيد ما لكن هدي الله ديموان ان دول قادني اذا لدقنك امه يا بولشده النبي صلى الله عليه وسلم امه مدك او غبسن بو اها طبيعي اهان الهي سي دبعسن او نقول بو ادوره سبحانه وتعالى واليانهم مدك او نقول بو اها انا ودبعسن عريكه طبيعي اهان واكرمهم مدك امه او غبسن بو عشره حق لدقنك العشر هي المعاشره المصاحبه مخالقه الناس مصانعه باللجده عشرة النساء والإمام النسائي بابي كتاب لم بكن كتاب أسنان الكبرى عشرة النساء حبقن كم مدل ورد وعاشرهن بالمعروف عسوا مدى سوي وإن سوى ناكسن مدل ورد ما لقاه الله من رآه سبرها منك أركة بديهة في رهرات كو أركة هذا هو كان حيا وكيه بيسانية ما لنك كوه الرئيسي لها ضبط سيسو واتكون أحدا لقيل كرنو هيبد له علوس وحبلا ويدين كرن بقوه مقان هيا ninkii host galana wuxuu ogaanayaa ummada aadamaha ahad ku dabacsan inuu yahay badiihada fi horaad wa mufaajaro fulan haadir badiiha baad maqlaysa dabad wax fulan haadir badiiha ninka dubu wax soo tooray waxba weydiin soo tooray oo fikir ma hayo ninka jawaabtu soo ay halkan ka saaran tahay baa li haadir badiiha ninna inuu baasho ka fikiro oo rogo wax soo toora ninna wuxuu waxa weeye marka uu raysaaduba keenay waayo dibdambe ugu noqon ma hayo دمر كي رجع دمر كان أكو خفر بدن دمر كحالات ضيق قبل الدربين حاليا بأول هذي يدو محو عن مرتي يدو يسكف عشان يمشي مادان دربا حال دقدة كيريس ويكال أسطوريس ولا كلا توريس حاضر البدي هوي نينك رجع ور محان سمينا سيها وش بتهاي أنتو الرفاني وفشل معي نينك رجع ينو وحبري أو قادة لقو أو جرو أو كفي كرو أو حالات قيمة وحبو حاليا لكن دمر كوحد هو دقدق هذا يصير دقدق وكحكو حلي وايان فكر ده محكو كيني ما هي قل يا صما يد بسيد كحوي الرهبل عقله عنده كجاي الله إن عبد الحسن بقول يا صما الكه الله حوي الرهبل بوري عقله عنده كجاي الله مركو أهر رئيسي كو أركان هذا يكو جرام وايان كو فكر ما هي سعد أهر رئيسي ناف بكو بوسيان بكو قياس هي ويكو قدرها هي ووحات هي كو عرابها هي ده سعد كو عرابي وايان ina intay ku bariyaan ku soo tashadaan dib warka ka keenay ma dhacayso wa dagdag wa ruuxa noocaas ah haadir badiyaha leeyahay bimaana hadda waxaan uga jeednaa ruuxa markuu u horeysan nabiga indhaha bab ku siiya haybad buu nabigu lahaa oo gabadha muslimada ay aragtay ay garirtay qandha qabatay imiga nabigu isdaj anuu waxaan ahay inama waxaan ahay haweenay wiilkeed baan ahay kaana taakul qadiid امرأة من محوها من العرب بايدا شيء ودريرين كيه البها اسكا عندو ضدك الله متكا انا جبار يا بقر مي انما انا عبد الرسول هي بدبو الله لغن نحو مركو اوه الرئيسة لكن واجد ان بيت براتو احد القدر ستلا لقن كسيلي ميسي من رآه بديهة اي مفاجأة في رهرات روح النبي وكو اركا هابه وكهي بيسا ومن خالطه ننك النبي الله رقمنا معرفة حق عقالهان ولا رقمنا احبه واجعلانيا نك النبي بذكره إلا نقمنا وشعلان وأحد قدر صدى هيل مهاي هي بدو مرك النوع عاسة يو مرك هوس لود وقطع عنك النوع أنا وإله إلا بس شيء النبي بقول كجمع يوي ضلك نين لقيه بس طلع عار انفود اللي قال نين سد عمره كله يا رجل مدة يا نين أسوق دبع سنة هذه قرب محو هاي لسكجت انتو لسكجيت سد أبو بكر وكله انتو بقول هاي لكن لا بد الخلق كي أبو بكر يكون عبد النبي الله سبحانه وتعالى يكون قيمة بدنبه marka wuxuu marka awooda
أصحاب الأبهة والجبروت من أنا بقول بدك ورقمه مدن علوس هي بدأ ورقمه ضد كان ضعفاء يا مساكين يا مسلمين تي ضد كلي نبي الله ودي العزنونا إنه تنك ورقمه مركا لبادا مركا اللين بنبي واسوقا إلها بكو جمعيه. طيب يقول وحورن هي ناعته نبي روح المامي ناعته أي واصفه نعت يوصف سوس من ماهين إذن مركا النبي روح تلمام هي هدي نبي محمد تلمان ليلة وحوران لها لم أرى ما أرى قبله هرتي ولا بعد ونبي قد أشياء ما الدبدي مثل روح الله مدر نقان هان يقاب أبو رب إنتو با حدنكو سنة تزبع في با كجها أو وإن صوت الانقطاع بين إبراهيم ومحمد علي وبين جديه علي بن طالب نواجرة ضعف نينك ليلة عمر بن عبد الله المدنين واجرة لكن طريق لباد بحدك ولا حسناء عند ابن سعد في الطبقات مجلد ككوبات صدع بقول كنتن يصدح لكن وسند حسن لكنه مختصر ومرك لكن أوصاف تنية المامة حديث كوين ضمانتين تلمامة الصغم والروايات دون حديث إليه هنا كويمت وحاله رنكر حديث مرك من حيث الجملة والصغم يهي لكن من حيث السند وسدى أين تلماني. قال أبو عيسى الترمذي وحيري سمعت أبا جعفر محمد بن حسين بن مقلي محمد بن حسين أبا جعفر كهذا أن سمر شيخه الترمذي أهوي هذا أن مريني من حيث الدرجة نوانين ضعف كجره وحافظك حرى ومقبول بمعنى لين الحديث ما لم يتابع يا حديثك أصبح سعودي ومقرون هذه اللي الشيخ لسكو قبطة أما صدح لسكو قبطة وإننا ضعيف يعني إننا حق بدن يعني إنك ضعيف حديث حبي يلي ما هي خصوصا قوي وحطر حبي يلي ما هي مركا سداسو من وحال الله يستنى من حيث حق حفظ جيسة أما عدالته ننفع عن بؤها دين أهان يديان أهان قيمة بضم بؤها وحال الله يستوى من حيث الحفظ والضبط مركو حبان نجيلي ماي. سمعت أبا جعفر بن مقليب وأبو عيسى الترمذي محمد بن حسين يقول أصغوله سمعت الأسمعي عبد الملك بن قريب عبد الملك بن قريب بلو يقنى ذو قيمة بضم الناحي نحاط البصرة ولغوية السنة بكجرة رقا كوان حقنا اللغويين تؤدبدأه حقنا النحاضة ومع ذلك السنيين تا إلهي بن علا كبت بادي بكجرة قد يروي لغويون توحي أبدين أهل البدع أبدين أشاعر يما تريدي إيو معتذر ولي أبدين مركو آدس كجا إلالي أصغى إيو أبو جعفر النحاس نينكي إسكالها الناس والمنسوخ إعراب القرآن يما عاني القرآن إسكالها إيو نينكي اللي أرجر يمحو هاي أبو منصور اللغوي صاحب تهذيب اللغة نينكي الأزهري رق نوع عاصو دورة جروة يقو سنيين ومع ذلك نحاض أئمة في العربية وحاكمدة خيبنا أحمد باكمدة حتى أسيب ويه بتعوين ولا قشة ما يجرته ذكر نوع عاصى الغترية مركة عبد الملك ابن قريب الأسمعي وحيري وحان مقلي أسوقه ولا يقول في تفسير صفة النبي حديث هذا الصوت إراء إنسان مريا غرائبت ألفاظ غريب كيكون جريم بوفرفرها يا أسمعي جزاه الله خيرا ورحمه سمعت الأسمعي يقول في تفسير صفة النبي الممغط أو الممغط الذاهب ومتك بحي طول الدر درك الزائد كأوي روح بحياتك رب اللبن لو شها أيام ممغط ليدا ممغط ليدا وقال وحوري سمعت أعرابيا من رمي المغلو يقول له في كلام أصغر هضلها إياه تمغط في نشابته نشابته هو الليبك الليبك مكة القرى أيه أيام نشابته ليدا ويا أن لها جنين أي أمدها مدا شديد ليب دير أيو مركز سميوي ليبكم حد بلو طلق قال دير بوحي كرقي أما واتاقي تمغط أي مد دوي أو طول بأي لمتاي أي في نشابت أي مدها واتي ذي مدا شديدا والمتردد وحاوي أصغن الداخل بعضه في بعض قصرا أروح عايز قشين لسكو كوية لسكو عليي قامني أوي بسكو عشية الداخل بعضه في بعض قصرا قامني أوي روح اسفن قلي اصلح قلي ويحبني سأل لك رب حنين وأما القطط فالشديد الجعودة وروح تنتي سؤالك تهي دوش أي تهي والرجل تمها رجل كأنا الذي في شعره حجونة وأنك تميس أي لاما أي لاما أي شبا تنتو إنه التوصن تهي يأينا الضوبان تهي سفرق ومرحي تنتو إنه الضوبان تهي واتمها دجرير كأذقوي ويضوميز أيضا نبعز قرانقر اسكن نقون يزوي إن لك لجيدن بوين هذا حتى لجيد ويسكن نقون من نوع من اسكتالون حرق بحيقة ون ميل قلع الثلاثة ونسكن نقوين واتمها جينوها كالي إذا رقتين
تنتن فرض لا بنتي تما فرضوت كا أما تقولش اللي يقان نحنا كتبت تنتن هسا اللي جينا ويبحي سا وين سوق بدنيس هذا هو يصير لاب ميسا وين صون لقنيس تما هقول حسن وي هراع عيني بيوس على أدموديس بيوس إني هريري ما تغني ساسو كلو تنتن نوع عسل يا ذا مركا جعود ذا طيب عفوا أما الرجل كان جد عفوا الرجل والرجل الذي وي في شعره تنت سيكجرته حجونة أي تثنن قليل تثنن قليل لا لا بيربا كجرة وي لا لا با كجرة وأما المطهم مطهمك فالبادن الكثير اللحم البادن وأنك فقوي أما وحاويان هلب كبران البادن الكثير اللحم هبل وباد وروح هلب كبدن وي صاحبه بدنين او ذو بدن ولفت لفت وي ولا ذاك فسر روح لفت وي لفوني بس انه وروح هلب كبدن يو هبل لف يراده والمكلفم المدور الوجه وروح وجهه سو دوبن يحي بمعنى جران غري وريكسن يحي والمشرب الذي في بياضه حمره مشرب كنا والذي في بياضه عدين تسوح كجرا يا مدب كزعر حمرة جدود بابرحور ديها والأدعج الشديد سواد العين إيش بقوليد روح آدم مذود هيبا أدعج كليل هذا والأهدب أهدب هو أكثر أوسع لما تواتم بطنه أطول الأشفار وأنا روح حربها قادر حربه يسأي بدنيهين وأنا أقول إيش أنا واد دفاعان مركا لما ري إنه كل كنا سيف عن بوغم وقنية أيوه هذه بدني أيها إنه كل كفر إنه إنه طوي إنه كل تلب هذه لكن ما يشوف حيران طايبة ما قرح سنو والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل مجتمع الكتفين لا بدك قرمش كوي ما دام وهو الكاهل وانا تنك اما الدكته وحلو يقان عاتق نوالي هذا مرك قرقد مش عيضا عاتق نوالي هذا والمصربة هو الشعر واتمها الشعر الدقيق ضوبا الذي كاسه كانه انمود قضيب لان انه يهي من الصدر كبل اللوضة إلى الصورة حدود الطاقة لان دوبان ديلن دوبان ميق دوبان بول أدمودة وإن صوت المانة والشثن الغليظ الأصابع والروح فرها أضج من الكتفين والقدمين فرها قعماد عفوا من الكفين والقدمين فرها قعماد إيو كوالو قيدبا فرها حق بدن يتبرط له أي لوجيه ذا والتقلعنا أن يمشي بقوة وإن روح حق السعودة سي مسكين ما والله أقولك اللي جود جيدة هي لما أقوله عمر حتى وين قال صوم مرة وقرع جري روح لوضع دوار قال الله أقولك جود جيدة هي وحولي جري ما الحنو زنتها مايا أدو إلى مايا ما باهي بعد كويس والله رقق مايا وقرع جري بكورات بلو فولي جري وإذا بدر اسم مسكين من ضد قصير هيا إنه إزدواج ده قال الله أقولك جود محا هي عذرة ترتيب صعب دق دق دقنا الله أبدا أنا دي كبر يا مرح يا فخر الله أبانا سي ترتيب عادي إله كوضع الأسر ضدك على الأسر يا الوارد الجديد يا زين ما هاي نف ما هاي رابط الرأي مرك أن يمشي بقوة إنه سي الحاد لأسر له ومرك هو الأسر عطاء والسبب الحدود صوب كنا ودقان دق أما ماشى فورطة أي صوب كل إلى ذا نقول وحن رهي إن مرك أن نعبر إن ورد أيضا أما تصاريف تلا وحكا كينين إن حدرنا وحنكود دا دقنا أما كهو بني في صبوب ميل هو سيسة أو صبب ميل دقان دقا واسكو ميت صبوب في صبب واسكو ميت وي إن صبوب لي يصين أو لبا لقودو بيبدا دقا فضا خي لكن صبوب إلا كور ربا لو بدن يهي لبدا معنا وإنه 40 كسو مرأي مركا إنه كم كسو هال لين الطهور الطهور مكان كسو هال لين وإنه صبر قضية ضحية ضح وقوله جليل المشاش يريد حجدا رؤوس المناكب رؤوس المناكب قربها في قيسة قربك في قيسة هل كان يماشا بإنتبا واوينا وين والعشرة الصحبة لا تقنك بناء آدم على الرقم وين والعشير أي صاحب عشير كنا وصاحبك وكي النبي يقول يكفرنا العشيرة وكهوين كلا جهل لها ينار فوحي عقوبتين يكثرنا اللعنة تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير أي الزوج أي الصاحب والبديهة المفاجأة وإن هو كذير من رآه بديهة أي مفاجأة يقال حلا بدهته بأمر هبل وانكو كذير سواء نسكت لها إن بانكو قبطي هول وسنفرين يقال بدهته بأمر أي فاجأته مركة تفسير كافي عن اللغة
الكاس ابن كمر. حدثنا سفيان وكيع، سفيان وكيع وشيخ من شيخ مهد، سفيان وكيع وشيخ من الترمذي وابن ماجه صماهي شيخ الترمذي سفيان وكيع نينك ضعيف كآي والراقة والراقة يسأل لك ابتليوي. حدثنا سفيان وكيع قال حدثنا جميع ابن عمر ابن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه وحنور رميها دان سفيان هاي جميع ابن عمر ابن عبد الرحمن العجلي إملاء يرد ونيري حديثك علينا دشنا وأرضاء من كتابه إنه لا من حفظه شيخ هذوم صبر تحفظه وكيري وإملاء من الحفظ هذوم أصل كي دفتر كي ديوانك وحقوق رنجري وإلى شنجري كير شنا وإملاء من الكتاب حفاظ وحجعلي هيني يمحزنتو على إملاء من الكتاب وحلو أماني هبل كان حافظا ومع ذلك كان يملي الحديث من كتابه وهذا هو الأصوب والأقوى في الرواية لأنه حفظه وخائم كرا ذاكرته وابن آدم باطه تبر ما هيسو وإثمه سنين كرته لكن هذا الكتاب حقوق كير ستات صحطي ومش أقيم فضنوه إملاء من كتابه قال وحولي جميع جميع وانين ضعيفة ومطروك الحديث منك جميع وانين آدم ليت رافضي آدم لو إذا يوين بل كذب لو آنيا إنه وليب كذاب يهيب على الشيء قال وحولي منك جميع بن عمر أخبرني رجل من با إيوه الرمي من بني تيم تميم من رب بني تميم أيا إيوه الرمي أو من ولد أبي هالة زوج خديجة منك رب بني تميم وحاول يبوان ورد أبي هالة أبي هالة ومنك قبج ري خديجة أي كلا تغير نبي بهرتي أبت كسبوا ننك ربني تميم وننك فرع أولاد أبي هالة ابن الابن أو كلا مركان نغني يكنا ننكاسي ربني تميم حلونا نيسا هي أبا عبد الله أبا عبد الله بألونا نيسا جري ومجهول مركان رجل كان من بني تميم نسب كيسا هلا قرت يميشو كسو جدا فرعا هلا قرت لكن عينها روح لا يقان معها أما حالة أهم حالته محوها من حيث العدالة والضبط إيوه إلا يقان معها أيضا سيدة بعض أهل العلم حديثك والسند كسوية تحسينها يعني كالإمام المناوي في تيسير في شرح الجامع الصغير سوى تحسينية مركب حولي جهالة الماشي ونقرأ لب ما لها جميع بن عمر بن عمر بن عبد الرحمن هوشي سنة ولا قبت بادي حديثك أسانيتك لكي مادة جهالة في الطبقة نعضانة لب ما له تاغين أصب وأنا هول مذهب حلم بضن إليه وبخاري يعلم الدين بالله تريه عن ابن لأبي هالة رجل كهرب بني تميم وكسي قضاها يا ويل أبو هالة أودالي عن ابن لأبي هالة جهالك لا كجرت مرك ابن أنا لما يقان رجل كهرب بني تميم لما يقان مرك شيخ أي شيخ يسمى مجهولين وي عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال وحولي حسن سألت خالي أبتقي بان ويدي هند ابن أبي هالة هند ابن أبي هالة بان ويدي وكان أبتقي بحوءها هند اللي دادو وصافا من تلمامي أب عن حلية رسول الله وصافا أي كثير الوصف والنعتي بان لوجه ذا وصافا من تلمامي أبوها عن حلية رسول حلية النبي صلى الله عليه وسلم ما بقى تلمانتيس حليته هي الزينة حليته هي الصفة صفة النبي محمد يقاب كسي خلق سنين هدي تلمال إذا كتلمال أقوم جرين بقولي أبتقي عن حلية الرسول أي عن صفة رسول الله أدب التلمام الجري وأنا أنون أشتهي وحن جعله أن يصف لي إنه إيه تلمامه منها من حلية رسول الله نبي محمد تلمان تزينه إيه قشعه شيئا تلمان أتعلق بي أن كدقه نو البقاء بوصبنا أتلمام أي هند إن أبي هالة وحكا غفي عن مجر وحن دون أن تنبقى إيه تلمامه إن أنت المنت سأقول له وأنا هذا كذب أيضا كتل من قاطب فقال وحولي أبتغي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وحوها فخما أحد وين بؤها رحبوا دوبر وإسكول لقان وقلب سن ومن شارب ومن ما هين فخما سيدي ويل بؤ بحي وي فخما ساسا اللي جدا مفخما لويني عند الله وعند المسلمين بقى. من الله هنا صاحب تبجيل بؤها وتفخيم وتعظيم أصونا خلق أهان إلهي با وين يوي خلق نسيه أمضنا ووينين جرتي لبضا مع الغفة زيرو با في عن قلوا حيث فخما من حيث الحقيقة
مفخما من حيث الرؤية ولدنا قاب كاسي مريك هو حقنا اللف وين حقنا كلير باجران والقبر ايش مكلف في كليران وريب الولد ربنا اللي وشونه هو بنين حمنا واويل وحمنا قرقران والله والله فوق بعد زورنيزا ولو حي علماء الكاسين مريض فخما من حيث الخلقة مفخما من حيث الاحترام والتقدير وعند الخلق لبعض معناها هو معناها لبعضنا مفخما من حيث الحقيقة وإلى يسود أبو رين لفواوين بؤها ولما أنا أيوها مفخما من حيث الرؤية إلى أركتنا ما كإيش الله صارنا إيش أكلوا وينانيا وأنا بصوم الرأي من رآه بديهة هابه ودين مرينة لبعض معنا باسم الديدة هيا ولو حد فخما مفخما وإسكهل معنا لفظ واحد ولفظان لمعنى واحد شدر مدارة وكلوا وينانيا شدر مدارة فخما مفخما وإسكهل معنا ودانا أيوة سيدة ورمي يتلألأ وجهه وجه قساء إفي جري أو نور جري تلألؤ القمر تلألؤا كتلألؤ القمر بل وجه ذا سيدة ضيح وإفه أي وإف جري ليلة البدر هذين كأفر يطبنات كا ضيح جوغ هذين أفر يطبنا أما ليلة التمام جوغ أما ليلة التمام ليلة التمام جوغ والله من دقن جري ونور جري أطول نبقوا كدير وكان سلسة أطول من المربوع نحن حال وكما تحتاجنا عتال ديرو زائد وبحسن ما هين نحن حال حتى ونبقوا كما تحتاجنا برواية الفائدية سوى رواية كوري أي حكو خلافتي وأقصر نبقوا كقابنا من المشذب اللي من لوش روح أطول مشذب هو البائن المطول طولا زائدا نبي صلى الله عليه وسلم روح أطول دير نواكير قابنا وكوابسنا نحن حالنا وكما تحتاجنا انت سيف رواية إلى كردي مشذب مركة وأطول البائن عظيم الهامة نبي هو ملح وين هامة ورأسية عظيم الهامة نبي هو ملح وين ملح وين بورها رجل الشعري تميز تما شنليسن أو مركة جعدة أيها وأنا تمك على الصعودة حقنا اللاب مية أو شبية أيها وأنا قصو مري إن انفرقت هذيك لبحضه إن انفرقت هذيك لبحضه عقيقته تمهيش فرقها نبي وشيحين جري هذي تموك الرقمان أنتي بحان كرقمان أو شيحة أيها شان نبي وشيحين جري فرقه وإن مش برتن كاتمان أنتي لقد اللعيو قيم الحق اللي يرقو قيم الحق اللي يرقو شيحة ترى ذا إنك واثق أناني ما كان نبي قصوه وما قصد جنوه يتم هذا يريه إنه الشيحية أما السيحية نبي اسمه دا يجري أيوه هذا إنتي بحان أي كذا ربما ما كان نعان نبي مركا وكان سعجر اللي إن ويبقى يقابل كان نعين ويقوم لك قيبت لنك لنك الله شوه قيبت ميدك لهين ميدك الله شوه كده من أي مدح برتن كي سؤوه موقضه إن انفرقت عقيقته بعني القرآن بعض النسق وحكوي ما داء في بعض الروايات إن انفرقت عقيصته وصاد الآخرية عقيصته ومن العقص شعر كمعقوس كواتمها للهاب تمها ماذا حدث لسوء دب لسكبوع عليه ويسيدا دمرك أي يلا تمي بحيبة ثورة قيسا قاسا دب سكبوع عليه إيسا ماذا حمر قاسا حقوق من إيسا بردن إيوح لا المالو واتمها النبا أما إن لحيره أي عقص قال لي هذا لكن وسيد اللوغي هنا بقول تمي سماني حيل الجرين اسكماني حيل الجرين مركع رواية عقيقة أي حب بدن عقيقة أصل كيد واتمها يحدى لو يقع المهم مر قرنا شو تمها هو يا لي وقرنا شو إما أنك تضرب الله حيره إتقانا ما كلوا والقلو يحب أنا قرنا تمها صع عقيقة لي هذا تمه اللفت ركض المها يرك الله حيره يي أيام ما قعود وحل سيي نيف كل جورع ذبي حد المها لقى جورع يا والقل كلوا يقنا ما قل كأين دهانه عقيقة اللغة العربية لي هذا مركو حلو ما قعابي تمه يحب هذا ما قع إسكلا إذن هنا وحلو جدا إن انفرقت عقيقته إن انفرقت شعره وي نبي تميس ضيك لبحان ويك للشمان فرقها وشيحين جري نمنا ويش دنا فرقها وكل سوء جبيده إن لفظيانا صح إن لفظيون لتشديدين أيانا صح لبضو معنا بوال الشيقة وإلا هديسا كلبحين أيق ويتمير يهين فلا يجاوز متى لا بجرين شعر نبي تميهيسو شحمة الأذن الذي سعر تشوضه إذا هو وفره إذا هو وفرة بائق أنيق وفرة بائق لكن حافي عن إذا هو وفره ما كي يتم بكل النقضاء وفر يلم يجم شلين نصوم الرأي ما تهم يسمى مركة هذا يتم انتبه بحاق وكلا دعانه الشيحي اسمه نقوه الشيحين جريوه
هذي تمه يريهين وبكلين سد الدين جر وركوا أنت ماشي إنه قرآن وإلا هذي تمه وكلابحين فلا يجاوز ما تلاب جرين شعره تمهيس وشحمة أذنيه دقيه سعر جود وما يسن لا في جرين إذا قرت هو النبي أصو وفره تمه وبكل كبد وأيسا بطني أما إذا قرت هو تمه وفرة أويهي وفرة نين الآخر واسح لبضع معنا بواسوه وفره نسخ بقرة هي وفرة نسخة قريسة لكن هذا وحوى إيدي جنبه إذا هو وفرة فضل الله إدغامه معناها سئيمة عضو أزدر اللون وكان وانا اسكن معانه محاول الوجه ذاتي ممر كي بكل كيهين وحادع كرتائن إدغامك أما شدك لفتكي صدو صحي هايو سيدو جمة هي لما اللون ملا هايي إن لبف أدماشا لسكو إدغامينا وصورة قل وصورة قل أزهر اللون ماذا بكسو ماذا إفه هايو أها وكان صلى الله عليه وسلم أزهر اللون ماذا بكسو ماذا إفه هايو وماذا بكسو بحسن هاي بقى أها مركا قدودكو هي قدود بحرة وفولحم مركا عدينكي هي قدود كلم ماذا بحكا صباح هي إفه هي قدود إفه هي ونورا يكا صباح هي كاسا اللوجلة واسع الجبين وحوه نفس الله سوى كان واسع الجميع نفوري سمد الشبين نفور الشبين بوها جميع هو ميشون جبل هل كان لقى سجود جبهة لين هذا جبهة وجه ورن ماء جبهة وجه ورن ماء وجه وقبقي وانتا في قن ادلين الروح سوقا بشه اما الجبهة وهل كان سجود الله بيوه وحي كرهبا الى لسوقا خدك اما ميش انه قدان كوتقان لسوقا له ايا جبينك اللي يدا جبينك هو مكتنف الجبهة ما يكتنف الجبه وجه هريريه سوح كويا لانت نار ريضا ايا جبينك اللي هذا وكان وحانا واسع الجبين من ضفور الشبان بوا ضفور رزق الشبانيه ضفور قد سوت تاقين ياهي ويعين يسوك سين فول حموي هدو النبي هو اللباسين هو اللبرسين نوا فول حمك هلي انو الشبانيه هو سمين ياهي ايا قرفة ازج الحواجبي نبغ وكان وحسن الأسل أزج الحواجب من صنية قرن بوها حواجب هو جمع حاجب وصنية قوموي قوم صمت قانا تضبع أسبوع قصة وصنية قوم حربها كذا صح ما حواجب تكون اللوجلة إذا كوا صن نبغ قرن أزج كمر كوا حرب قرن أو حوي وصنية قرن حق النقل لوعة تحوص بكجرة هذا إسكاب في صنطة حق إسكاد وجهي بكاه الله يبقى هذه هوسد إيش سوق عشان أوافق الحماك عليه وأين القرآن تصدق قان صدي أي إيش كوت كفوت هذا صار صلى الله عليه وسلم إلهي بقى صدق وأوري ما هلا كيا القرطاء هذا واحد ذكر هذه صلاة بنا هوش على سيد ما بنا هوش الله ما أقول حرام ويسد الراجحة وكان فا أزج الحواجب مثل يقرن بقى أما صني سائق الله عنه قان صني ما أي كجرته ومع ذلك أي بدين حال كونها سوابق أي كوامل تام حربوها أي قرآن أو قلوعة أو تغوص كجادنا وي بدين أي وحام جدا سنيه وي بدين سنية تمبضا حقنا قانساءان قرآن وقرح هذا أنت أي بطان كلا فرالان من قيبنا وجهك هذا قيبنا إيش صوقش وماش عوص وماش لقاء ورأينا قضان عركواها فالحمي يسبد لها لكن أي قبضان ومدوق ذو موقني وإيش قبنيش حق النسيق قانسان وقرن مركز يقرحه لما يسترنتهي في غير قرن حرير لآن من حريران بالليل قرن هو محي وحربه إني يلقس كذي ما صنيه عفوا صنيه يلقس كذي ما ده صنيه كذا قاق يكون هذا إسقطة ده وش وافو الحم وحورن جنب اسمه مغني أيقوا بضن وقانسان ما أستعضى أيه هذا أي سنة كان تحريرين ويفريهم إيش صنكم ماشان سان كوركيزا هل كان يسان كحليلين وهذا يحليلان ومقرع سان مقرع جنب سدان عنك دول فرعية مبين نقوان يزادي لكن كلقوا أي مركاسا أي قرح ذو طاي في غير صوابنا أما حالات كدهي كرتا أما صفات كدهي كرتا لبا مالها في غير قرأن الحليل الآن بينما سنيهيس وبطنايين حقنا أي قلوعين ومركا قانسا أهان أي بينهما بين الحواجب لبضو سنية وحاول لحيي عرق حدد يدره وضرري الغضب عرضه نحو حيد باكويا لو هل كان حيد با نبي كم مقنى مكو حناق مقنعي حيد ديك قادة ايا ماشد سنية نحو ذاكويا نبي مركو حناق ودير روح اصنا واهاي ديك باكب حسن والأكجر حيد كأسقا حيد كالكا مريا الأكجر
تاسي يوجد واسفكو بينهما بين الحاجبين لبدا الحاجب حول هي عرق حدد بقول هي يدره ضرري بمعنى وبوحيو الغضب على ذا بوح سديك بك بوح سمر كاس على أركها هي سداسة لو جيدة. وكان صلى الله عليه وسلم فأقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمل أشم كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم مفلج الأسنان دقيق المصروبة وكأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة كل ما نقرأ ولا بدأ الحديث ولا بحديث ولا بدأ أهو الرئيس أو كتابه ثقق أركه وقع عرين لكن وحي انت كذا ما حديثك كوبر يا ريروي لغة كجرت وافي عندها ولا اسكبرتها وعكستو هذا كذا كعررته واجد دمبي واحد فهم الله ما أركع علوم لي طالبك حافي عم بيضاد يد هذا شيء بشيء وكأدق ينسكت لبه شيء بشيء وكأدق ينال أخرده وتفهم تنا سكت لبه وما لم تنام دبت تجنات واجد دم مسكحه وحبرنا يسا شيء كأدق ينال فرفرته وعود القالن من الداليش هدي لكن آخر رأيت لك تكو أوين يا كنام بقول بج ما بلا آخرين كره وعشان بقول إنا لله نراجع وأجد محن رسالة لا بد بج أجاي ما فهمس وحكى استوى وبهنا فكر يروى كعرر لأنه مسكح إلا صوفي وبانتا لا بد من تشحيذ ده الذهن بودو يعني لو إلا صوفي لكن ديكو صمد وحوين وحد آخرين ويدوم بس باطوريسا وأبى أسكت ده يو أتكاد كذا الفرح بانك قادم كله حلقي هذا والله ببرو كل كنا قلنا لها إنه مر لها صبر كاس مال الكبير هذو هالجمع هي الدجال لما يد ساقو فودك وجري وتقاق ويردوه كوكا تجاية بل الدكت معي وعم عاي بروح كي كبح قل قل لي أسكت تجاية وحلقي هذا أسكت دول قال إلى بريد دكت لأن وين كان جبل هاي سؤال ده كم بفرع إذا كاس مالي وحرة بسنة أهري من كفا إذا وكم عاش هدي سنة أهري وكفا إذا لا يا الباب كي يجي قدام بتاعية وكيف بوري ماشي هذا يا جقطة إسلام هدوك بور سلا إسلام كور دلي ويدو وأمر ليش بوي وفر هيا وطبعا من قصومالي بس إذا أسكار فني هو للدراسين هي وبالله هذا سلا كور يفهم وياه وكنت جاية صومالي وضف مسكح بلا ما فهم فر لكن بكون صبر بال صبر الآن بال الله كل امتحاني طلقات ملها جكس ملها وحي أدقين كو أركي ميشي وحول بو أنه قليه لكن مرك هو رميش حوار القوقة وصنك اللي قليل شيء كسته واسكو ده يا ايه بقى حال انه فجو اسكو ده الا كدولة قاجة واسكو ده يا ايه لكن انه اسكو ده بتاقنا ده ايه اوصو صبره او يواجد دم بواد منها يا ايه المهم وكان نبقى حوار اقنى الارنين ارنين هو الانف صنك هو ارنين ارنين هو صنك القنى في الانف عند اهل العلم هو محي واصن دير oo qaybtan ee sanqororka fiidiso uu godan yahay sanku waa san dheer xagana uu ku jiro xogo waxa ku jira ee hadab fi wasati hadab sanqoror godan weey sanku waa tan minna waa mid taagan oo macalfiidu taagan tahay oo shuban yahay oo taagan yahay sanda waa san dheer xagana foorara ruux sankiisu dheer yahay xagana shuban yahay ee xogo yar godan yahay waxa la yiraahdo aqnal anfi san godan bulahaa gudaalku hadduu halka ka soo bilowdo ma quruxsano gudaalku markuu fiido isoo dhawaad inuu yaa fiican inuu ku fiican yahay soo gudo gudaalka marka fiido gala ayaa ya alqanali alqana fi alanfi aqna alanfi sidaas weey meeshan loodada marka loo soo dhawaado sanka intiisan intan hore arnabay dhahan culimadu ee carabeed waa taqaanaan inta arnabada ah ee jilicsan carjawda inuu sanka guta fiican ama qasabadan lafta ah laftan hadduu gudaal ka soo bilowdo foor xumo weey gudaalku carjawdan jilicsan hilibka ka bilowdo intan jilicsan sanku waa inta laga hadlaa inta hadii lagu gooyo ay ku waajib diya kaamila waa intan jilicsan carjawda labta hadii la jabiyo xukuma ka waajibta malaha xad muxuu ahaa diya muqaddara malaha sanka diya muqaddarada ee boqol kala ay ka waajibish waa maxay waa intan jilicsan lagu gooyo labada dulba inta la ka cadaw in jilicsan carjawda waajibta soo ma inta hadii lagu gooyo waa mad dhamaystiran weey هذه قيبتنا لك عنا وثلث هذه قيبتنا كلام وثلث انت بحر دي الله بحانا وثلث مركز صدح مكتب مركز صدح ما يستر ميسا لفتن كورا ايضو وحاوي وملف جبتي حكم كيتوي قادم با قدري ايا لبا وداد با الله صالح اما مركز انك الوقع نعم وكان اقنى العرنين اي اقنى الانفي بيلا معنى تاي نبي قصد دير بولها او قيبتو ركسو قدموي
قيبت كان كحودا او حبوب محاي سو قدر له نور نور بولها سنك وذا داي قرن هيا له نور وحاوي ضميرك والله بعد نبيك الى سجل صوت الماء معي اما باجور حاشيدي ضميرك عليه سنك وعري انت بنبو كيف جريبه بركات الماء معي لكن نبي قدن با داينا سبب كسدا سوي له نور نبي نور بولها يعلوه باجور سوق مكو نقاش وحوليه هي فقران دنبو دنبات الماما يسا إن لميركو أنه قنا يسنك عرنينك له للعرنين أي الأنفي نور نور بولها يعلوه كسر مرة نور با كسر سر مجرو كم قني يحسبه أو يحسبه من الحسباء يحسبه حقوم ملينجر ما لم يتأمله روحا نبقى أفير سنين أشم إنه سن تاغن أشم وروح سنك تاغن وعكسي أقنى أقنى الأنفي وحكسر جيدة أشم الأنفي بكسر جيدة أسم وروح سنك دير أسم خلوك سب حسن يفيد دون أي تاغن تاغن روح أن نبقى مكان أفير سنين وحكسرون هيا نبقى سوى أشم سنك سوى توسن يهي مجر حدن لكن ما دام وقلوع يحدن تأكسر كشف في دهوري روح أفير سنو بدريمي روح لكن كور كفيرية سن توسن بو نبقى أنه ليه هاي بو قضان ياوي يحسبه في أمرين من لم يتأمله نبي أنك سبعا أفر أما سبعا أبقنين أشمع نبي سنكي ستاقين يهتو سنياي وكان سبحانه وحوها كث اللحية أحد قروينا قروين بولها كث اللحية أي كثير اللحية سهل الخدي طبعا سبحان رفور سبحان بان صومبر هذا طبعا نال لقا طبعا كواك سو رفور طبعا مكلا جن هل كان كوت طبعا رفور كوا هل كان ماشون كروي مرك حق وجه اللود ولا وجنا ليلادة وجنتان بليلة لكن وجندي يبقى فور كي مرك لسكو قط الجبين بالسكو أرام هذا لكن خد جوا كان تنب هل كان وي خدينكو سهل الخدي ربنا توصن عنا بقول ربنا توصن أما شبان وحتى هذا بعد سهل وحلو وجه ذا وتوصني قدنا ما هين وي ربنا سو تاجنا ما هين وربنا توصن وشبان بوها ضليع الفم نبغى أفوين بولها أفكوين وقروح هذا أفكو يرى هذا ماذا حوين ووجه وين والله بالعرم ودير أفكو يربنا وافول حم هذا هذا لو دقوا تجنا وافول حم ودلا علماء دقوا تجنا أفكن الرحات كان لوجه ذا قروح وعي ضليع الفم نبغى صلى الله عليه وسلم أفكو حوين وين بولها مفلج الأسنان الكامر كاسف تكت فرفرن وسكوت قرين بولها مفلج الأسنان لك كلام بحسن يكون هذا إسبوعان ولك من رمضان ما قروح سنو هذو من دول المدرسة كي استجرن قروح ما لكن الك كلام فرفران بولا خاص دولاه لقاه الله دولاه يفولجة أي لقاه الله يا مفلج الأسنان مفلج الأسنان وكان صلى الله عليه وسلم مفلج الأسنان الك كلام بحسن أيوة لها دقيقة المصروبة مصروبة إنه صوم الرئي تمها اللابطة تمر دوبن بنا بقولها دقيقة المصروبة تمها اللابطة كم ده دوبن يهم بنا بقولها وهي كأن عنقه لو كنت يسي سركي سوحان مودا جيد دمية جيد كي عنق واسكمت واتفن في العبارة جيد كو من حيث العربي واللقنت عنقنا واللقن واسكمت كأن عنقه النبي لو كنت سوحان مودا جيد دمية صور لقنت بان مودا دمية دو أصل وحالي هذا بالله الله سمعي صور صورك ضدك الله قصر من نحاس تأميلها لديك بريها لديك سمعيها يوها يوها ارتفيشال كو كالي درك لو خغيسي لوقن قرخسن دهر با كو تعلق سو سوبيا marka asnaamti reer faris iyo reer rum iyo arabta qayb ka mid ah awtaantoodi dadka ay jecel yihiin ama asnaamti aalahadooda ay ka sameen jireen nuxaas mar ama fidda ay ka sameen jireen lugun dheer oo qurxsan bay u sameen jireen oo lugunta aadamaha ka qurxsan marka nabigu lugunta lugun waxaad moodaaba tii dunyada boombalaha ama sawirrada lugunta oo kala mooda sida ay u dheertaa ama qurxsan tahay جيد الدمية أي جيد الصورة أي عنق الصورة صور لقنتي بعد مدة في صفاء الفضة مع صفاء الفضة أولي باللقبه سافي أهانتي عضانتي في ضبوك لي لقنت أيضا ديرا وقرحسن بلغي وإني مدوبات يو حوي مدان نبي محمد لقن ديرا وقرحسن ومع ذلك عضيني يمد العضو كجره في صفاء الفضة فضل واطق أنها دائد ويعضه ذهب كنا وبرع وشالي ذهب كأصفر لكن في ضوء الفضة ويعضه في صفاء الفضة أي في بيال الفضة يقول متى لقون دير
ولكن اد مدبون بلوك لو سمي اما لقري او كلي ومع ذلك ادي اد وعاد او قرحسن سيده في ضد وكلي اي نبي ولها وي جيد الدمية عنق الدمية الدمية هي الصورة دمى بقى لو جمعية وحيالها صور كا فضهانت الله صوره الله سمري وكان وحوها معتدل الخلق أبوك سنور أحد حادية در هان أحد حادبوها بلع هان أحد حادبوها شيء ولا أحد حاد من أبوك أهوه معتدل الخلق قاب أبوك إلهي من أحد حاد كدق النبي صلى الله عليه وسلم بادن نبي لف وين بولها وين بادن وروح اللفت وين لا بكل وحين نقول نقارن لفت وين متماسك إسهيسته روح وعجل حق بلان أما اللف وين أما حنا لكن كلام مغمقا قال كروي قال كدن بعض دوان مثلا قال كدن بعض دوان قال كروي مثلا وأروح كلام مقام إسهيسنين لكن روح سفي عن لو كوي إلى سفي عن كوي متماسك وين ومتين روح قوية بعدين كنا بقى هذا اللوس ودي معها هي اللي بني بقى اللوس ودي هذا واللف وين فرق ما أود حي هذا دوان الله فرق دوان باي بقول كيلو هي اللي بكسران كرتا لكن أضع عطاء بلف وينان كرتا مركز اسكو إنه بدانا من حيث القوة هي بدانا من حيث اللحم والسمن ولا وكل الباب هذا اللي قاله هو من حيث القوة طيب سيان أجمعنا روايات كعلماء تلمامين بادن أي قوي بوها نبي متين بلو جيرا متماس يكون إسهيستوح ابنه سي أجلال السفع سوس ليه سواء وحاثنا سناشي تماسك بعض القوت البطن والصدر نبقى اللابتي سي بقي سوا سناية حبت كيسة واللابتا هي علوش سوا سناية واسمية علوش سوا بحسن بنانك تاغن هي اللاب نوان والريحين أما اللاب بنانك تشوكتي عوال نمان وإزدام مروي نبقى الشبين هاي عريض الصدر واللاب بلانا نبقى بعيد وحوك لفقع ما بين المنكمة لبقى قرأت وضح يسالين وصوم الرأي لبقى قرأت نبقى كلفقع إن قرب بلانا بولها وكلفقع يا حبط يا الله بلعران ضخم الكراديس وينك صوم الرأي كلب يسوى وين أما حبنا وين كراديس وجمع كردوس كردوس كنا وين مفصل كحبنه ماشي سكين ما دار روجة وحلو يقان أمام مفاسش حبناها أيا نبي هو وينه أنور وهو أنور المتجرد أنور المتجرد نوا وبعض نصب باقوري لما لا كانوا بالقدر أما ضمير كله هو القدر أذيك مطلعي أنور المتجرد أي أشرق بيلمتاي در لأنتيسو مدى إفيسو أها متجرد كوك وشركة مكا مريان لغاتو لقونت هذا إيه عم هذا إيه ميلها موغضة لنمضة إيه وي إفهي بمعنى شاش إيه تمقري إيحاد قريسا ملاحين وي المتجرد ساسا اللغة جيدة أنور كده وأفعل من النور أفعل من النور نارا أي بمعنى وإفوه فهو نير أنا أرى وحنده هنا مركب اسمه منير بعد مركب كوكيني لكن مركب النار هي مركب عليه هاي ونير بالقرآن هي مركب أنور المتجرد تركيس مدو إفهيو أهوي مك معه الله صور قابي متجرد كنا وحوي وما جرد عنه ثياب المتجرد وما جرد عنه ثياب وكشف عنه ما لا ترك الله قاوي قعمه يسير ولمه يسير كوك يسير نبغو لقنت يسير يو ادرك الله قوصا قمن اما لقا قال وي افي سو بمعنى وانا عدوانا قرحسنا ثمية شاف قريانا ما لهين بلو جدا معنى هو حون نقضي مشرق الجسد المتجرد ومشرق الجسد انور المتجرد وحالينا ومشرق الجسد نبغو شركي سائفة هاي مشرقنا انور كبال لما معنا المتجرد وحال الجسد هنا شركي سمير الإفهاي أهوي معنا متجرد وحان 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 وما جرد عنه ثياب وكشف عن الثياب بل وجد موصول نبغي حوح لحجر الشيء ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط موصول من لحجر السوء نبغي وقال لحجر الشيء ما بين اللبة دون تلقى بالله ما شاء دون تنقى نقاني نقاق غضا نحرق الليل هذا يو الصرة إلى حدنته بشعر انتمى الوحريري يجري سعونه يو كالخط أضليلا مدية ميقي يحرك سعوده بمعنى تيم هذا الانصومر طويل المصر بقم بالله تلمام هاي هل كربون تلقى بلال إلى حدنته تمر ليدن أه أو السعودون نبي الهاوي أو دوبا موصول من لحي لشوءها
ما بين اللبة دونت انت لقب اللعبة كالحمها يا والسرة حضنت بشعر الوحر لي شعر اتمها سو يجري سعوني كالخط عاري يستدي اما عاري يستدي ناسي في سمي دي بنانين بو اهو انت ملاهين ميلها الناس اهم حوات كشاش بدان نبيكو ملاهين والعلوم ذا قاركون وحي اسلح حافظك روايات بدان نقودر يشيسو حولي هاي نبيكو حوات ك انت لاب الكن لاب تا دي لنتاس انت كل وي بنانين مركا الناس كلو دوادانا تيمو نبيكو كلها ايه كوركيس لكن الناس كأغار كيسا ايه اساقا تيمو ملاهين وانا قروح ها قروح هوي هذا الناس كو شاش نقول هذا فول حووي فالحمد لكن الناس كونوا بنان هذا أف بي سي أسوق وقروح قروح وذي أنتي سكورية أجاسنا أي وشاش يش بحضن أي بنا تهذا الدين كلو تما أي كابل الله ما شاء الله بحنا شلا يا حدون تا وهب هب إلهي سبحانه نبي إلى يوسف يوه الله ما رد هذا هذه سيرة أرق بالله يا با عاري استديين والبطن مما سوى ذلك عاري يستديين ناسي سميده بنانه بمعنى ايسن شاكي يتم بدن لهي يا والبطن بوغبا مما سوى ذلك انت وش كسو انت لا سو شيغي خطك دهرا يا غربها كوري يا حبط كوري ما كلا سو ريبو انت كلا وي بنانيد وي ومما سوى ذلك اي من الخط الذي يجري من اللبه الى الصوره اللوجيده وكان وحو النبي اشعر الذراعين اشعر الذراعين لبي سردون ميدي تيم بدن يهم بو اها روايات كصحيحة أشعر الذراعين ويديدين لكن روايات محورنها ينقلها جميع ابن عمر بن عبد الرحمن المدني وأنا قصوا مري تمير بقول أي كلها أن بنين لكن صدوة رواية المامة أشعرك لتكيس هو أجرد لتكيس هو أجرد لكن تما وسط هو اللي بقى يبتك ورع حدود بضنة لونك بضنة يونا بقولها يوال من كمال بضا قربوت وعالي السدر iyo xabadka qaybta kore laabta qaybta kore nabigu timu kulaha dhudhunkon dhudhumada timu kulaha garbana timu kulaha tawilu zanday dhudhuma dhaadheer bulaha zandigu waa dhudhunkan ruux gacmaga gaaban baa jira gacmaga baa lagu dhigay dimaga damb digacmaha kugu yaraadaan gacmaga baa lagu dhigay dhudhun baxsan baa raba oo ku qiyaasan citaalkaada hadii aad citaalkaadu gaaban yahay gacmaha ku dheeraan gacmo dheeraa lagu dhigay waa foolxuma kan marka socotana wax ka dhaadheer baa luleysa وحين اسكو قياسيين باقو رحل طاي مركا ضويل الزندين قلنا مرة دير بوان نبي ولا ايو لها زندي ومركا واردونكا ردونكا وي رحب الراحة سعبا بالبلاران راحة دوا سعبك باب عر رحب رحب الراحة سعبا بالبلاران بوان نبي ولا واسعة شطن الكفين فرعب اذا كفين كادو فرها اللوجيدة فرها وحلقو قبطي نبي كحو قنا يوال قدمين الدمدى اللوغير سائل الاطراف سائل الاطراف حبنا الشبان بولادي لكن سحمي اعترفت حلو جاء فرح فرحا لغها يهوى قعما وارد من الرعاية هدلون كدلون كدير يا هاي او الشبان يا هاي فروضة يكون قابتا فالحموي فرونا وفرق عدير وقروح سن وردون كأمي زامن اي اهاي سائر الاطراف فر الشبان اما فر عدير بونا بقبها او قال ابو حجري سائر الاطراف سائر كأسوا مرتفع فرتها يغن وردير بولها واسكو مد معناها وعمل لوجه هذا ممتد بالأصابع فردت هايقان ورنع دير وشوان بو نبي قولها صلى الله عليه وسلم خمسان الأخمصي خمسان ومبالغه ومركب بمعنى مرتفعة خمسان الأخم رئيس مقادة دع دير بو نبي قولها فرها هوري إيه عربتا أيو نبي قولي قنجري لحظانا رئيس مقادة دير بو قولها هو طيب وحكسته رجي هذا أرج بالي روح أسوق عربت إلى وحورن دجان هاي إيه ملاسن إيه إسكو بحسن إيه رئيس مقاعدة عن اللهين إيه صور شنطة دجان يسيد بلام بولد نك وحالي أرج الأرج طيب ماشى إيه خمسان نك لورن هاي إيه حودن إيه رئيس مقاعدة عليه حلورن هاي ككل أرج أرج القدمين أخمص القدمين أرج القدمين ساس إسكو كسر جدا لو معنى ساس إسكو كسر جدا هو يا خمسان الأخمصين رئيس مقاعدة ومدي الحودان تايب خمسان فو إن لقضاء صحة خمسان ودا داب قرى خمسان سوابك هو خمسان إن لقضاء حيوك بلان أخمصين كونا واتكرد بي الأخمصين أخمصين كوا رئيس مقاعدة
ilaan labada lugood baa laga hadlayaa, labada rais magaadho miday taagan tahay, macna ay laalan tahay. Marka rais magaadhu laalan tahay, ciribti waxa soo dagi iyo calaacashii hore soo dagaya. خمسان أي مرتفع مكان خمسان كان سوقه هو مرتفع الخمسان هنا المرتفع مرتفع الأخمسين رئيس مقاعدة قمت تاقن تأم الحوذان تهيب النبي أها وضده هنا وحاوي عكس يقولسه أرجى القدمين مسيح القدمين مسيح القدمين لبدا أدمي دي السمينيهين قدمين كتل غالي وظهر القدمين وقد أقرأ هذه رئيس مقاعدة رئيس مقاعدة في عناليه رقم وحاها وضده بدنيهين إن ما يشكر أي سوء تاقن هيس مقالنا ماشي كو ادنا كوركا اني سويو عنتو اي تاغنت او كبها كاغويسو او كبها قاركود كو غلي وايا او ماشن تاغنتا اصل لو لا يقانا نبي اسو ريس مقالديس اي في عنتهاي او وليبا قروخسنتي اد ديرتاي ادنا كوركان لوقت واي سنيد وي لوقت واي مسخنايد وح سو تاغان يا وح ديسان من ملاو وين الشوبنتهاي نوتو يرتفعنا ملها إيه إيه مل ديسن ملا مسيح القدمين أي مستوي القدمين ظهر القدمين باسما أمصبا ينبو حاكد الدل جري عنه ما حق هذا الماء بيه بيها كشرب معايا بيها دل قشرب ماشي وايز من طي كل يشتاق معايا هذي لكن مل قد لا بيه ويقبصن هيا بورك قبصن وسي كده قيل وهباس كقيل طيب لكن هذا السمنة وحكو يشتاق هيا مجره هو ينبو حاكد كرودي جري عنهما عن القدمين الماء بها ككرودي إذا زال مركو النبي الصعود زال قلعا إذا زال إذا مشى بين المتاري زال وفي أسعود قلعا أي بقوة بقوة مشي حوق بدا أمر لك أقوصني يخطو النبي واتلاف الجري تكفيا أما تكفؤا وين صمري تكفيا هو أسعود النبي واتلاف الجري ويمشي وانا لوين جري هونا سهلا يعني صعد حوق بدن حقنا اللطيف بن النبي الهي سي اسوقو سي ترتيب اسعد يهدنا لحاتني اذن دريم ينوي ويمشي هونا اي بسهوله باصعنيه ذريع المشيه احد تلاوه دير بو النبي تلاوه دير ذريع المشيه اي ذريع الخطوه ايا لو جيدا ممكن النبي تلابسن يا لحاتي سي تلابس وا ديرين سي ترتيب انا اسعدا خوري سعتنا واليه dulkana waa goosanaya awood ruux kusocana weeye inahaas baa alla isugu geeyey idaa masha muku nabigu socdo kaanama waxaad moodayaa muxatu inuu ka hobanayo min sababin meel dagaan daga ama foorarta wa ida iltafata haduu milicsanayana ama wax jaleecyana iltafata jamiican si uda jiru milicsanaya labada indhood bay wejigiba waa qaabilanayaa weeye khaafidu tarfi araga mid laabu ahaa araga mid laabo hoos fiiriya إنها تاوى وقرت في يوم إيش ورجي ما هين أحد إذا بسنا إيش سو اللابن تاي أيها نظره نبي إجمديسه إلى الأرض لكو إجو أطل وكبر نذ وأنا كدرين من نظره إلى السماء نبي عرق مرق وقت في ينجري وكان يراقب الله وحسود دقي إيه خير إيه نعمة إيه ومرق في ينجري كر لكن أنت بن لك أيو دو ينجر بن أوي لك إلا في ريانا فكر باكي مادة عبرة اعتبار باكي مادة إن هذا نساويه بحين باكتي مادة معاني ذا علماء قارتو ذا بحيش شغل لو يري روح مركو تكني هفيري موضع سجودها ايغو وحاكم ذا موضع سجود كل فيري وحو دا وكي هي سهو ذا هي النسياك لا تسكب حقا حقا في رسول ساتر هذا مر صعد في رسول مر اتاتر هذا بحيسا ميلا مر ايو هي ميلا سعور وما هيشي تلك ما تكلا سعطا دي لا سجود لا سجود لكن مركز نيش فيرنا يسهر تهذا انت بلن حاضر باطا قلبك ذا وجوبية مانا بحيسا نظره إجمالي سنة إلى الأرض له هو فرشة أضل وأكبر من نظر إلى السماء عرك إنه يجو جل نظره في رمدي سلام إجمالي بدن كيد أي جل أي معظم أكثر بين المتاعي جل نظره داي مدي سو بدن كيد وحي أهيد الملاحات ملعسي نبغي صار عمر عشان جل كدمنا وكسر جلس إيش هو كمه حين جل مرة دنا وإيش سو قرعة وكاسي جلسني طيب الملاحظة ملعسي يا داي مبي يسوق نبغي كحين جل أصحابه أصحاب سدي لو سفر لا يهي وكدم بين جري إيجا كه رين جري وي وأخلاق ذي كم تي آلابتا كم مسكين كذا غاق وي مثل كتبرت الدار نينك حانوسن نينك جايد كهب سامي ونبي هو كدم بين هي دك كدم بين صاها صاون وصو شيكين ولا صو صعون أنت حيوق بدن يرد كلنا هبر دقاقين وحسيه ربحيه معنى الله محي نبي خلف أصحابه وجيشه أيو صعون جري ضعيف كذو كورقب جري
مهر بوذجر ما كان يتقدمهم وإنما كان يسوقهم يسوق أصحابه أصحاب سنبه كحين جميعا وكدم بينجر وين كهر رينجرين مرد يكهر رينجرين وحال مودين أسوق كحين نكو حولها كحين سوق مضم بي ميو كهر رينجرين وكدم بي سيدا سوي ويبدر وكالدك دقي جري من لقي روحي لك المنى بالسلام سلامت هذا روح كهر يمادان سلامته نبي كله المريض جري حديثك وضعف بكل سنة كي سوارة وهذه انقطعنا لما جهالة في طبقتين جهالة في طبقتين لبن ميروت بسنة كجرة نول بميشو كأدين سنة كطبقة اللي يقال نول بميشو كأدين وطبقه شيخ تلميذ طبقه كأدين شيخ الشيخ طبقه إذن سلاس وي أبتر كسو مكلا أبتر سنة ننبع أبوك وقادن أو سما هاوش ساس سبحانه إذا إذن مركز سنة نول بميشو كجرة طبقة على الاعتبار النية إذن سنة كحاكو جهالة في طبقتين مطم يسمى لبا طبقه لبا كالين كجرة ننكي أها رجل من بني تميم ومجهول عن ابن لأبي هالة نهي ومجهول إيو ضعف عادي وهو ننكا جماع من عمر أو اللي يصوم مطروك الحديث كذي من اللوبة التيرية عذر كاسو مركز سنة قبل لكن معاندة كنت من حديثكم أحاديث الضم بين قصص مرة قيمة وإنان دون طابة ومع ذلك علماء تحسينية علماء تحسينية حيث كموضوع هذه شواهد أيوشو حسن بونقون هي مناو يسيد باقبة ما إيش علماء إليه موضوع مصوكع سيزبا هو شو هذا موضوع جاره موضوع مكبمه وحكم ضعيف باكبمة ضعيف بس شديد أهين وليبا لكن مرة دي وضع والله حكمه وحاول هو كتاب قرآن هذا كل مرة أطلع رنك تاين وزن كاسوك عيني لأنه وضع ما كان حكم دوا أما خطئ إلى الخصتي مع غفلة وسهو أما خطأ متعمد وضع اختلاقي كذب الخصتي مرة إما خطأ متعمد وإما خطأ غير متعمد أيها الخصتي مرة حدو خطأ نظنا لا يكون صوابا إطلاقا هو خطأ يقف هذا صواب اسكوب بدلا ما يمكن حصور قلم أو مستحيل لكن خطأ اجتهادي يو حسوب بدلك راه صواب حسوب بدلك راه خطأ اجتهادي مركا قبض واحد انتو سلمك سبع في قاسة كجرة اما من حيث معاني دا كتمد ومعاني السغن ابن سعد في الطبقات بوسكورية حديث كان بهذا السند نفسه بكورية لكن من عن شيخه عن جميع ابن عمر لا عن سفيان وكيع كما وريو جلك الكوبات صدح بقول لحنا ليالله بكاها الله ابن سعد طبقات مجلك الكوبات يكلبات ايوه وشمائل محمد وكذا الله تاريخ النبي وكذا والرما سيرة لما يسترموه مجلد كأهر والله والله بنكره أما المناء وأسوقها تحسينية قبل سنة كوا ضعيف أما معاني كنت مد أحد كلا كنت مد أو سغيسة حدنا أبو موسى محمد مثنى أبو موسى البصري شيخ الجماعة نين كان أبو موسى محمد مثنى بالي هذا نين كشلع أنه صوم الرأي أقرانيهن إن بدنا أي أمضوا حكوة وريسة محمد بشار بندار شيخ الجماعة شلع أنه صوني لأصنا أبو موسى محمد مثنى شيخ الجماعة بخاري يا مسلم يصنع قرنبا شيخ وياي مباشرة قال وحر إمام كاسدنا حمد جعفر غندر حدنا شعل الحجاج عن سام بن حرب وصدوق إنك أصوه صدوق حسن الحديث إنك أصدق بعضها العلم إليهن أصول هدو لا إنفرادة لم حجيست إليه لا سيما في رواية عن عكرمة سماك بن حرب عن عكرمة وضعف ضعيف له سيدة حيوك بلان أما سماك بن حرب عن غير عكرمة وصدوق حسن الحديث سيدة لو بلان يهي لكن وإذا انفرد بأصل حكم شرعي هذا لا انفراد إن الحجيسين يا راجحة وأنا سيدو كنت جاي بخاري وأنا سيدو بخاري كنت جاي علوم بضنا أي مريم تلقوا حاجة لصدوق حسن الحديثة وشواهد إيه متابعات كإيه أخلاق إيه آداب إيه محوة الرقائق الزوديات كإيه الحجيسين حديث كيس لكن مسائل الأحكام مسائل العقائد ما كل يماده روايد يسايس المعتمدة أين بانفراده سماك من هذا الباب كجره باب كاسو كجره وحو كمدية هاي وحو لا انفراده ننك وريه ويا حديث كي قرانا يين قبرد مسلمات والصلاة زو آدي با ننكو فصدي مركز يتواغو ننك كعرري ننك لو مسلمة صو أرض مروح وحو لأوي ننك كفصدي أوي هل كانوا كو أرضيتو ننك با كدب تغي ننك أردي وصو قبتي إيه نك ولا واي عفوا ولا واي لا مسوق بني ولا واي عيدك استورك من المسلمين تهاي ويمد بايد يا نك قبصة واي حق وعري نك أبر مري
إنك لا بعسان هي وسيور ده يلا سوقت عيدا كدم بيبا سوقت مركا وراه وايضا اوبر ما ونينك تو قا بعسي انا معها انا قرب بالها اذا اوبر قاري نينك بالوك مكانو ها هابي ترقم بها وحنا انا ما هي سوالي كوسو ري هذول كوشنتان اردي نينك بعسي ما هي ومريها كو هاجي ما يتري بانتا وي او اها كما دافتو اذا نبي وحو نين كان هلا رجمي كبدو كفصدي مركي اللي حد الله صار وي رجمي لا دون هاي يعني نينك كفصدي بين نبي الله ونينك يا لا دلي يعني رجم حي يا لي نين كان نينك سو غرمد اي عايسن هي كان كبحسن واي بو اها انا كبدو كفصدي اذا انا سمي انا هلا ظهر هلا جلدي او ام هلا هلا رجمي نين كان هلا سيداي نبي قبل دعوة دعوة وحول الله كود مرأة فخلت باب سميسي وانا اختلق قاعدي منك أسوه طوبت كان إلي أنا قبل دعوة كفصدي خلق كان إقرد عين مسلم كان إلا الدلان كبا أي وغاريق ويا هل يدلو ما دام السوق وان ضيسي قد طبت طوبة عظيمة أن نوار فسحنت إلا يكود مرأة وانك حريق الكفورة صدح نوار فسحنتي حديث كان أصدقى يكوي ماذا بعض عند أهل السنة أبو داود ينسى يكوي ماذا نينك اللي إفرادي وي وسمان حرب صوشي سلام أقبل نوع عسكر ومنكر حديث كأسوي لهذا الحمر الإمام الذهبي وحديث منكر لا يثبت على رسول من وجه حمر ربا أصل كان نوع عن وكلاء سمك الجمل جيستو زهديات الرقائق فضائل إيوه هولها نوع عسان كذا جيسين لكن نبى الله سوقت لا حدا الله صار كي كلا يمد وحوري هل سيدة ولا سيدة صورة قلمة حديثه من نكارة كجة معنوية قبضه وحبه الشيغطي نين كان الله حرية اللي هل الهجميان ومنكر لدعواها ما يهم سماها مركة الشيغطة اي شيغطة كلية بدون بينات سيروح لقول الهجمينية صورة قلبة معها حدود وشبهات كابل قدر انجري نينك وحول تاجن يا نبي محمد وين سوي جرب ماذا نينك ذا بعسى نينك ذا بعسى مغيث بان أها ما أهين مغتصب يواط هاي إذا الدعوة كدعوة هو يدعي البراءة وهي تدعي الجريمة إذا لاحظ الله تعالى رجميه سماك بالليل من ورك ورك دقيسن كرماء مرك حديث كرماء منكر ومع ذلك إن من عارس دليل شذي يقول نوع هاي هوشا كنا في بحي سيدة الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه طرق الحكمية لكن موت الموحولية فيه نكارة لكن سندها في عينها نكارة التلمامي ده مرضى هاي تذكر هذا قد يضع رجل عاسو وحاجر علماء وحفاظ ومحدثين ومع ذلك أصول شمك لك يعني إحكامت الفقيات كي عقائدك أن لحجزنا حديث كذا ومنهم سيام بن حر قال وحول سيدنا حرب سمعت جابر بن مسمرا مقلا يقول أستغولي كان رسول الله سلك وحوها ضليع الفم سعدين سمريني أفوين بولها من يرين أيولها أفكوين مرنا عب ونغضاه ومركوها دحت قدب النغضاه وزائد النغضاه مرنا واقوره تيقول لك لقاه الله أشكل العينين أحد إن الشقلان بوها شكل بحوية وين عندها عبدين كدب قدود أقره عندها قدود إنها عبدين كدب قدود يربا قليه إيش البؤذي دي يحدق دي آد بأم داود هاي أدعج العينين بانو صومر لكن قيبتا عطها دي قراوح نقوطية حيش وراغ دو كراف والحموذي إن دي قبا كرام دا لقم داود هاي إذن قدود عبدين كقدود يربا قليوي قدود يربا كجرة مركوا برحان يهي أشكال العينين إنها عبدين كذا قدود كبرحان يهي اللو جيدا وإنها أشكال العينين وحاوي قبا إنه كلابا أحدنا كولم بوها يخربها أيها بدنا مرك إنو نقولين للمودي قلوا حليا ما أشكل عين وحوي حربوا ماشي كبحان بمدو كيالي حربوا صا كم جن كم قلان ماشي أي قلان أيها ليق مدو إلى هن مريي مرك هو من الله ولكن كولن طيب أشكل عين وسيدها كدا حمرة كدرت في بياض العين وهي أشكل العينين إن رب الحان وعدين قد اللقب الحيون بقولها من هو سالعاقب وحو بقون حيدا بولها أما فيدا بقونها ماشي نصب بقون تما تقانان لكن بقون تاسي هذا هيلي بقون توافق الحم هيلي بكون كويري هاي وبقون تيسحوك بدن برنان كتلا قرح هذا كيف جيت بأن هيلي بأيسان لهين توافق الحم هذا يلي
nimana waxay leeyihiin cilibta buuxda noocaas oo doqonaya waa laga dayaabi leeyahay saa hadday noqoto soomaalida wada doqomo noqonayse bal waashi adigu waa la tartiibay culum waxay macaha saxan waxa weeye quway tustaa boqonta faydan in hilibka lahayn ee taagan quwata aljismi bay ka tarjumaysaa mataan waa boqon xoog badan haddii meesha hilib galo balaan tabar badna hilib lagu xoojiyo ma tabar badna waxaana ma xajin kartee hilib iyo xoogo baa lagu sukumeeyey saasi marka wadaaddu ay tilmaamaya marka manhuus alcaqli nahsigu waa cantuugada ama qaniyada asalkiisu wax la qaniyo la feentaa la yaada marka hilibkii baa laga qaaday wey hilibkii saaraa boqonta caqibkuna waa boqonta ama meesha adinka hoose waa taqaanaan cidhibta ka koreeya meesha cidhibta ka koreysayso ma taqaanaa maxaa la yaadaa soo boqon ma ah wax kale la yaadaa shaq maa oday kubayistu waa tane waa anqawa boqonku waa kan fayshaas weeye cidhibta korkeeda faysha a wey manhuus alcaqibi cidhibtiisu ama muxuu ahay boqontiisu miday faydantahay oon hilib badan aysan lahayn qaala shucbatu wuxuu yidhi qultu lisimaaq waxaan ku ihi maa daliicu lfami daliicu lfami maxay tahay macnaheedu ardayga baa sheekhu weydiinay wuxuu leeyahay bal ii jilci macnaha qaala wuxuu yihi daliicu lfami waxa cadiimu lfami waa af weynaa wey daliic waasac wey waa sicada ay af balaadhan ama af weyn buu nabigu lahaa weeye xagga jeexa afka loo jeedaa cadiimu lfami qultu waxaa ihi maa ashka alcaynayn qaala wuxuu ihi tawiilu shaqi lcayn waa tafsiirkii simaaq ibnu xar laakiin tafaasiirta kale riwaayadka kale ashka lcayn waxay ku fasirahayaan waa bayaadun fii xumra cadiinka iyo markay guduka isgalaa isha jeexeedu baa ashkal isha ishu markaa waasic bay noqonaysa oo daliica lcayn bay markaa la macno noqon wuxuu yihi waa tawiilu shaqi lcayn isha jeexeeda ayaa weyn ama dheer bimacanaa il ballaaran ayuu lahaa wey nabigu inu hadday yaraadana waa bolxum labtirkooda ila yaroo shimiqa dad yeelato oo jayno aad noqoto oo un intii buda kaasoo jeesata waa folxum qultu waxaan ihi maa manhuusu lcaqib manhuusu lcaqib waa maxay qaala wuxuu yihi qaliilu laxmi lcaqibi cidhibta ama faysha hilibkiyadaa nabigu yaray soo ma wadi karo mise waa intaasaan ku daynaa balaka xadiis aan ku daro xadaana hanaad ibnu sari abu sariy alkuufi waa sheikhu muslim wasunan sheikhu muslimin wasunan nin imaamu xaafida weeye ama albukhaari falam yarwi canhu fii saxiixihi wainama rawaahu fii khalqi afcaali cibaad fii khalqi afcaali cibaad kitaabkaas wax kaga wariyaa waxaa la odhan karaa shantooduu sheekh u yahay ee lixdooduu sheekh u yahay laakiin bukhaari saxiixa kuma wariyo waa sheekhu ljamaacati ila ana albukhaariya laa yarwi canhu fii saxiixihi baad yaa odhan kartaa qaala wuxuu ihi waa xadaanaa cabtar ibnu qaasim waa nin imaamu thiqa ah can ashcad yani min sawaar alkindi daciif weeye ninkaas waa nin daciifa أشعث بن سوار الكندي عن أبي إسحاق السبيعي عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله رسول كلاه بان أركي في ليلة إضحيان هبين عضاء إضحيان هو ليلة مقمرة هبين كعضاء إن مقدي يقول عركا أنا ينبا إضحيان لي هذا في ليلة إضحيان هبين عضاء أيا النبي أركي وعليه حلة حمراء سوق إسكجوب بذنقبة فجعلت وحان قذقل أنظر إنا إيقها إليه للرسول وإلى القمر يا ضيحي مرة ضيحا فيريا مرة نبقى فيريا وهبين عضوه ضرارة نبقى اسكجوه بوزن بقبا مرة ضيحا إيقام ضيحا عضو قرحسن سيصبرها عضو قرحسن فلهو النبي عندي أكتيد أحسن ومدك قرحسن بقها وكونت من القمر ضيحا أنا قيل أهانت إذا مرة كان ضيح في النبي قال عضو قال قرحسن طيب مرة أدو سنة منك أن أشعر من السوار كندي أو ضعيفة في حفظه أما من حيث دينه وصدوق في دينه من حيث عدالة ومع ذلك بخاري يترمذي أيه حديث سوى تحسينيا بخاري يأرضي يترمذي وحيلين إن كان وصدوق حسن الحديث لكنه يغلط أحيانا مرك أيه رأيه وضو رأي كبدلا رأي الجمهور وي لكن وحن مرن لهين من حيث الدين ننفع عنه عدالة آن من حيث الحفظ بالله يا أخ خطئ إصابة نار ودليل وضعيفنا يعني laakiin xadiidku shawaahid kale uleeya iyo turuq kale waana xadiid sugan weeye xadatanaa sufyaan wakiic qaala xadatanaa xumayn cabdiraxmaan alru'aasay sufyaan wakiic inuu soo dhintay ila tahay oo sheekhu tirmidi wabni maaja nin daciifana uu yahay can zuhayb bnu mucaawiyat aljucfi zuhayb bnu mucaawiyat aljucfi waa nin fiqo imaama xaafida laakiin waxaa lagu eedeeyaa cinda bacdi almuxadisiin riwaayaatu can abi isxaaq xogoo far baa la geliyaa sawaabkuna waa inaan xillo waxba hawshaasi aysan muctabar ahayn
ما دام شيخين البخاري ومسلم با اي وح كوريان حديث بان كوريان من طريق زيد بن معاويه الجعفي عن ابي اسحاق السبيعي. قال وحوري ابي اسحاق السبيعي سال رجل البراء بن عازب، براء بن عازب بانين ويدي ونكبا وحوري سائلك اكان وجه رسول الله مثل السيف، اكان وجه رسول الله مثل السيف عفوا وجه النبي محمد مسيف توكلها بمعنى حق درك هي حق مذهب كوسيفتو الا حقوق ويرعى الضحايا والله صوفيا اما بيا لمريايت. اكان وجه رسول الله مثل السيف مسيف توكلها حق الدين تاي قروح ذا. قال لا ماي بل مثل القمر ضيحوا كلوها سيف معي طاي سيف باشن سكرات قال صوفيا اسكعدي ما قطفتنا احوالا كاركيني ضيح سيسوي في الجرين. هذا بالله توفيق.